صباح النور من جديد مشاهدينا. وصل ضيفنا لاجئا إلى ألمانيا، لكن سرعان ما انطلق من رحلة اللجوء إلى رحلة النجومية في التمثيل. نستضيف معنا من ألمانيا الممثل اللبناني عماد ماردنلي. صباح النور عماد. صباح النور. يا هلا فيك عماد. كيف بدأت الرحلة منذ لما كنت صغيرا، طفلا صغيرا؟ الرحلة كانت صعبة كتير. أنا الآن أهلي من بيروت، نزلوا 76 على سوريا، خلقت في سوريا ورجعنا على بيروت، ومن بيروت 78 مشان الحرب نزلنا على ألمانيا. نعم. أخبرني بدايات ألمانيا، ما أبرز الصعوبات التي واجهتك قبل أن تنطلق وتصل لاحقا، سنتكلم على عالم التمثيل. بدايات ألمانيا الصعبة. هي ألمانيا أول سنين كان صعب كتير، بلد جديدة، لغة جديدة. كان أول 10 سنين ما بعرف أحكي ألماني كتير. هي في المدرسة حدا كان ما فهم علي، الشباب في المدرسة كانوا أول شيء ضحكوا علي إني ما بعرف أحكي عربي، إذا ما في أحكي ألماني ما فهم علي. كان والله أول سنين صعبة كتير كتير. نعم. وعماد، كأنك واجهت الكثير من العنصرية هناك، خصوصا مع شرطة برلين. أخبرنا عن نيتك الانضمام إلى شرطة برلين التي وجهت بعنصرية أفراد هذه الشرطة. أنا كنت قبل في شرطة الجيش الألماني، خدمت جيش ألماني، والشرطة الألمانية إجت لعندي قالت لي بدنا نحن خصوصي شباب بحكوا عربي. قلت لهم أوكي ما في مشكلة. سمعتوا عن التست ما تست، وقالوا لي اكدين هن بدهم يعني يحكي عربي ومعرف الشوارع بالين. قلنا انا اوكي. قبل يومين بس بلش عن البوليس قالوا لي لازم احكي معك ضروري. اللي قالوا لي انت من لبنان وفي شباب كثير وصغير هون مرجمين. قالوا لي بدنا نحن احميك، ما فينا اخذك في البوليس، بركي حبست واحد من عائلتك. انا اخواتي صغار ماني مجرمين، بس فزعانين ان كان كثير بهالايام من العرب. كان الوقت كان ما في شيء عرب او خمس عرب في شرطة الألمانية كلها، اذا كان ما في عرب كثير، بس بركي شيء ثلاثة أربعة خمسة ما في حدا. نعم. بس هذا الشيء لم يمنعك من ان تكمل مسيرتك في النجاح في ألمانيا، واسست شركة حراسة خاصة. أخبرنا عن هذه الشركة وإلى أي مدى وضعتك على تواصل مع المشاهير السينمائيين، مشاهير التمثيل في ألمانيا. أنا فتحت بعد الشغل اللي تبع الجيش، فتحت شركة سيكوريتي كان يشتغل بادي جارد. هو شغل البادي جارد كان ماي دستني، هو فتح لي البواب للتمثيل. أول وقت كان بدهم هن بادي جارد للأفلام، قالوا تعال كومبارز وقف منزل بادي جارد. مرة مرتين ثلاثة قالوا لي والله أنت شخصية وتمثيلك حلو وبدنا إياك أكثر. بلشت تسوي تريننج، أكتر تريننج، ومثل أفلام أكبر وأكثر. نعم. وصلت لنتفليكس، يعني نذكر منها طبعا دوغز أوف بيرلين أو بيرلين ستيشن. كيف كانت هذه التجربة في هذه الأفلام أو المسلسلات الألمانية العالمية؟ وين بيرلين ستيشن مسلسل امريكاني مثلو في برلين، كان نورمالي كان انا كومبارس. رحت مثلت معهم، شافوني قالوا لي والله هي شاب كبير حلو تمثيل منيح، وسووني من كومبارس لاكتر. صار من يوم اعطوني 10 ايام تمثيل ومن هاي صار جيتوا على دوكس اوف برلين، شافوني في نتفليكس قالوا لي بدنا اياك كامل دوكس اوف برلين. من هيك بلشت تمثيل اكثر. نعم. طيب مشاركتك عماد مع ممثلين عرب أيضا في هذه الأعمال الفنية، إلى أي مدى برأيك ساهم في تقبل الغرب والألمان للصورة العربية وتغيير هذه الصورة النمطية؟ أول وقت مشكلة كان ما وجيت على ألمانيا كان ما في تمثيل عرب هون في ألمانيا. ما كان أنا وصغير من أحلام تصير مثل تمثيل، بس المشكلة أنا أحضر فيه الأفلام أكشن أمريكانية، وألمانيا كان ما في عندها أفلام أكشن هالوقت. وقفت دريم لصير أكتر، هلا بعد
من شي 5 سنين بلشوا الالمان كانوا يسووا افلام اكشن، ومع الاجانب بلشوا في اجانب في الافلام. قبل كان ما في اجانب في الافلام الالمانيين. نعم، وقريرا قريبا سيطلق فيلم قرار محفوف بالمخاطر، او خليني يكون وفي للغه الالمانيه ان شاء الله اقدر، ايني ريسكانتي انت شي دونغ، صح؟ صح. ما بدك تحرق يمكن فكرة الفيلم، فيك تعطينا هيك لمحة سريعة عن هذا الفيلم؟ هاي الفيلم قصة في بنت صغيرة مريضة لمرض، وفي ألمانيا ما في الامشطف، ما في نساعدوها بعد التجريب في أمريكا أو في كوريا كان بعد التجريب، وهن سمعوا في الإنترنت في دكتورة عم يشتغل هاي الشغلة في ساعدوها. مشكلة بس بعد منعوها ممنوع ممنوع طلعوها لبرا من الشغلة. نعم. هيك صار العائلة احكي مع الشركة وبدهم ضروري يفوتوا بنتن يساعدوها، وهي صار شغلة صعبة كثير لأنهم اللي نعم. بعد ما طلعوا الشغلة لبرا بعد بروبي كان. نعم، وهذا سيعرض طبعا على شبكة زي دي اف الإعلامية الألمانية. أخبرني ما الإضافة التي سيقدمها هذا الفيلم لمسيرتك الفنية التمثيلية حتى الآن؟ نعم، يعني شو الجديد؟ ما الإضافة من خلال فيلم قرار محفوف بالمخاطر لك أنت في مسيرتك المهنية يا عماد؟ هلا في فيلم جديد كمان اسمه هانو، هلا من يومين حكوا عليه. الفيلم قصة من سنة كان واحد ألماني نازي مجنون قتل 9 شباب في ألمانيا. أي قصة حقيقية ولا سوينا فيلم على القصة؟ كان عرفت كمان إنه كان عرفت إنه عندك عين على تركيا، عينك على تركيا حاليا، بدك تشارك بأعمال في تركيا. سؤالنا الأخير هكذا همنا الوقت عماد، رسالة سريعة إلى اللاجئين الذين عانوا مثلك وقد يصلون إلى نجاحات طبعا إذا عرفوا كيف يتعاملون مع هذه المعاناة، رسالة لكل لاجئ إلى ألمانيا أو إلى العالم أجمع. You must believe in yourself before anyone do it. هي شغلة صبر كتير، بدك تأمن بنفسك، بدها صبر، بدها صبر صبر صبر. مرة سنة سنتين ثلاثة، أنا ما طردش 10 سنين بزبطت الشغلة معي. نعم، واليوم كيف حاسس؟ حاسس أنك نجحت وقوي إيمانك بنفسك أكثر؟ الحمد لله كتير. هلا من شي 5 أيام جالي سؤال من صاحبي قال عن إذا حابب مثل في بيروت فيلم أمريكي، بس المشكلة هلا قطعت هوليداي مع الأولاد على تركيا. نعم. نمالي نزل على نزلت على لبنان، هلا مثل في لبنان. طيب، الانطلاق من بيروت، الولادة ببيروت، لابد من العودة إلى بيروت يوما ما. الممثل عماد ماردنلي، نحن نفتخر بك كما تفتخر بنفسك. شكرا لك، حدثتنا من ألمانيا. شكرا فيك، شكرا فيك، أعطيك العافية.